بحثنا في القسم الأول لفيلمنا هذا في مدى الأهمية الحياتية العظمى التي تملكها التوازنات الدقيقة في الأرض للحياة، لحياة الإنسان ولجميع الأحياء الأخرى. ورأينا لو نقصت واحدة من هذه التوازنات المعقدة ذات الخصوصيات الكثيرة والعيارات الدقيقة جدا لانعدمت حياة الكائن كليا على سطح الأرض. وهذا التوازن الدقيق القائم ما هو إلا أثر بسيط من بديع خلق الله تعالى الذي لا مثيل له، وشاهد على عظمة إعجاز الخلق. أما في هذا الفيلم فسنتابع وإياكم ما تحتويه وتمتلكه كرتنا الأرضية من خصائص ومزايا أخرى، ومدى الحسابات الدقيقة التي تستند إليها. أقرب نجم إلينا هو الشمس، درجة حرارة هذا النجم المتوقد الذي تتحقق فيه الانفجارات الحرارية الطاقة الشمسية تعادل 6000 درجة مئوية. ولكن تزداد الحرارة كلما تعمقنا واتجهنا نحو النواة، إلى أن تصل لدرجة لا يستطيع العقل البشري توقعها، حيث تصل حرارة النواة إلى 15 مليون درجة مئوية. إن الطاقة التي ينتجها هذا النجم الحراري تصل إلى سطح الأرض على شكل ضوء ودفء لطيف. إن لهذا الضوء والدفء الذي يصل إلى سطح الأرض أهمية كبيرة في مسيرة الحياة ووجودها. الضوء والحرارة الصادرة هما نتيجة مفاعلات نووية معقدة داخل نواة الشمس قد أحكمت بشكل مدهش وتحت حساسية فريدة من أجل حياة الكائنات على سطح الأرض. وما الضوء والدفء الناتجان داخل الشمس في الحقيقة إلا شكلين مختلفين من أشكال الطاقة التي تسمى إلكترونات، تتحرك في الفضاء مشكلة موجات طاقة. تختلف طول موجات الطاقة هذه عن بعضها اختلافا شاسعا، فتشكل بعضها موجات للطاقة كالموجات الراديوية التي تصل مسافة الواحدة منها إلى عدة كيلومترات. أما إذا أردنا التعرف على الموجات الأطول فهناك أشعة جاما وغيرها، ومع أنها أصغر من 1 تريليون جزء من السنتيمتر، وهذا يعني أن أطول الموجات الحرارية متوزعة على شكل دوائر واسعة الانتشار بشكل غير عادي. وقد تم حساب الفرق بين أطول موجة وأقصر موجة فبلغ 10^25، وعشرة قوة 25 رقم لا تستطيع العقول البشرية أن تستوعبه، وذلك لأنه أكبر من رقم 1,000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 ,
آخر يشرح ذلك بشكل أسهل.
لو وضعنا صفحات الدفاتر المقدر عددها 10^25 فوق بعضها لرأينا أن الصفحات تمتد بطول نصف الكون المرئي. هذا هو رقم 10^25. إنه رقم يحير عقل الإنسان إلى حد بعيد. والشيء المدهش في الأمر أن أطول أمواج الأشعة المنبعثة من الشمس على شكل نور وضياء تنحصر داخل هذه الدوائر العملاقة في مكان ضيق جدا. وهذا الحيز الضيق لا يتجاوز صفحة واحدة من عدد الصفحات التي ذكرناها، 1,000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 ,
والجواب مهم جدا، فالأشعة التي تدعم الحياة على سطح الأرض لا تتجاوز إشعاعات هذا الحيز. يقول الفيزيائي الإنجليزي المعروف جان كامبل في كتابه الطاقة والغلاف الجوي بشأن هذا الموضوع: إن عملية انحصار الأشعة المنبعثة من الشمس اللازمة لدعم الحياة على سطح الأرض في حيز ضيق جدا هو في الحقيقة أمر فائق. والآن لنبحث عن قرب تصميم هذه الأشعة الفائقة. ثمة وظيفتين أساسيتين مهمتين جدا للطاقة الالكترومغناطيسية المنبعثة من الشمس بالنسبة لعموم الأحياء على سطح الأرض. تعطي لسطح الأرض الدفء اللازم كونه طاقة حرارية، والضوء المنبعث يكون واسطة لعملية معجزة متكاملة بكونه طاقة ضوئية، وهي التمثيل الضوئي. وتتلخص عملية التمثيل الضوئي في إنتاج النباتات الخضراء الغذاء باستخدام الطاقة القادمة من الشمس، وتتحقق عملية التمثيل الضوئي نتيجة عمليات معقدة جدا بواسطة خلايا اليخضور داخل الأوراق. خلايا اليخضور هذه تعمل كمختبر كيميائي، وتتعرض لسلسلة من التفاعلات في كل ثانية. ينحصر إنتاج الغذاء على سطح الكرة الأرضية بهذه العملية الكيميائية الفائقة التي تحققها النباتات، وكل الأحياء الأخرى تأخذ غذاءها من هذا المصدر. عندما تأكل الحيوانات القارضة من هذه النباتات تستمد منها الطاقة الواصلة من الشمس، أما الحيوانات المفترسة فتستمد من طاقة الشمس أيضا بأكلها تلك الحيوانات القارضة. ونحن البشر نأخذ تلك الطاقة أيضا بواسطة الأعشاب والحيوانات، ولهذا السبب فالتفاحة التي نأكلها أو حبة البطاطا أو قطعة من الشوكولا أو قطعة اللحم في الحقيقة تمدنا بالطاقة القادمة إلينا من الشمس. والحصيلة الأخرى المهمة جدا في عملية التمثيل هي استخراجها للأكسجين، لأن البشر والحيوانات ينقصون من كمية الأكسجين في الغلاف الجوي في كل عملية شهيق، ولكن كمية الأكسجين الناقصة تعود مرة أخرى خلال عملية التمثيل الضوئي من قبل النباتات.
باختصار، هناك تكامل رائع في عملية التمثيل الضوئي. هناك توازن رائع بين عملية التمثيل الضوئي من جهة، وبين استهلاك الحيوان والإنسان للطاقة. النباتات تعطينا الجلوكوز والأكسجين، أما نحن فنحرق الجلوكوز المتحدة مع الأكسجين في خلايانا، وهكذا نستخدم طاقة الشمس التي تعطيها النباتات للجلوكوز. ونتيجة لهذه العملية نطرح غاز ثاني أكسيد الكربون كفضلات نعطيها للغلاف الجوي، ولكن ثاني أكسيد الكربون هذا يستخدم من جديد من قبل النباتات للتمثيل الضوئي. وهكذا يستمر هذا التبادل المتكامل الرائع دائما. والآن لنركز بعض الشيء وبدقة على واحد من العناصر الموجودة في هذه العملية، لنرى مدى كونه مخلوقا بتلاؤم كامل دون نقصان بنور الشمس. كنا قد عرفنا سابقا أن نور الشمس قد عير بشكل خاص ليدعم الحياة على سطح الأرض، وعندما بحثنا في التمثيل الضوئي واجهنا هذا التعيير مرة أخرى، لأن عملية التمثيل الضوئي لا تتحقق إلا من خلال نور الشمس وليس بأي نور آخر. يقول الكاتب الأمريكي جورج كريشتاين في كتابه الكون التكافلي حول هذا الموضوع ما يلي: الجزيئة التي تحقق عملية التمثيل الضوئي هي الكلوروفيل، ويبدأ التركيب الضوئي بأخذ جزيئة الكلوروفيل ضوء الشمس، ولكن كي تتحقق العملية كاملة يجب أن يكون لون النور صحيحا، أما الضوء باللون الخاطئ فلن يفيد شيئا. وفي هذه الحالة نستطيع أن نعطي التلفاز مثالا على ذلك، أي عندما تقوم أي محطة تلفاز على بث برنامج يجب أن تكون المحطة موضوعة على تردد معين، ولو غيرنا المحطة في تردد آخر لاختفت الصورة من الشاشة. الشيء نفسه يطبق على التمثيل الضوئي أيضا، ولو فرضنا أن الشمس هي محطة البث التلفزيونية نستطيع أن نشبه جزيئة الكلوروفيل بجهاز التلفاز، وإذا لم يتم التلاؤم المناسب بين هذه الجزيئة ونور الشمس لا تتحقق عملية التمثيل الضوئي. وعندما ننظر إلى الشمس نرى أن أشعتها في مكانها الصحيح تماما. باختصار، هناك تلاؤم رائع بين نور الشمس والتمثيل الضوئي، ويستحيل أن يكون هذا التلاؤم قد تحقق مصادفة. وهذا يرينا وبالدليل القاطع أن هناك خالقا عظيما واحدا قادر على كل شيء، هو خالق الشمس والأرض والأحياء جميعا، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. من بداية الفيلم وإلى الآن بحثنا في بعض خصائص الشمس، ورأينا أن هذه الخصائص قد صممت بشكل دقيق وخاص لدعم الحياة، ولكن هناك عنصر مهم جدا لم نتطرق إليه حتى الآن. فلكي تصل أشعة الشمس المنتشرة إلى سطح الأرض يجب عليها أن تقطع حاجزا منيعا هو الغلاف الجوي. ولو لم تكن ميزة التمرير هذه موجودة في الغلاف الجوي لما استفدنا شيئا من تلك الأشعة. والشيء الغريب في الأمر حقيقة ليس في سماح الغلاف الجوي لهذه الأشعة بالمرور،
بل في السماح لهذه الأشعة بالتحديد بالمرور دون غيرها. ففي الوقت الذي يسمح فيه الغلاف الجوي بالأشعة التي نستفيد منها في حياتنا، تمنع منعا باتا الأشعة ذات البنى التخريبية من المرور. وهنا نجد تعبيرا رائعا، فالشمس ترسل لنا نسبة 1 فقط من الأشعة المفيدة من أصل 10^25 من أشعتها، ولا يمر من خلال الغلاف الجوي سوى هذه النسبة من الأشعة. والتحديد الدقيق لهذه النسبة تصفه لنا الموسوعة البريطانية بما يأتي. لو فكرنا في أهمية الضوء المرئي لمختلف جوانب الحياة على هذا الكوكب، وحقيقة اتصاف الغلاف الجوي والماء بالنفاذية الانتقائية للإشعاعات ضمن حيز ضيق جدا لأطوال الموجات المعينة، لما تمالكنا أنفسنا من الحيرة والعجب أمام هذه الحقيقة المذهلة. الفلسفات الإلحادية تدعي أن حياة الإنسان قد ظهرت مصادفة في هذا الكون، وهي مصادفة بحتة لا تميل لأي غاية أو هدف. لكن ورود المعلومات العلمية لنا مع التطورات الحاصلة ترينا أن في كل جزء من الكون بتفاصيله الدقيقة حكمة وغاية. هذا التصميم واضح في كل شيء إلى حد مثير يدهش العقول، وحتى في أبسط الأشياء التي لا يفكر فيها الإنسان كالضوء مثلا. ومحاولة تفسير هذا التصميم المتكامل والرائع إلى هذا الحد بالمصادفة إنما هو خارج نطاق العقل والمنطق. حتما كل هذه التغييرات الدقيقة جدا لا يمكن أن نفسرها بالمصادفات، بل لابد من وجود مصمم غير عادي. وهذا يوضح لنا قدرة الله تعالى في خلق هذا الكون كله، وهو الذي نظمه وعيره بشكل دقيق يتناسب حياتنا. هذه النتيجة التي أظهرها العلم حقيقة أشار إليها القرآن الكريم منذ 14 قرنا. أما القرآن الكريم فيقول فيه ربنا تبارك وتعالى: الشمس والقمر بحسبان، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رأينا حتى الآن خصائص أشعة الشمس الرائعة، وشهدنا فيها بديع خلق الله سبحانه وتعالى. أما في هذا القسم فسنقف وقفة متأنية في خاصية حياتية أخرى، وسنرى مثال تصميم آخر، إنه تصميم الماء. القسم الأكبر من سطح الأرض مغطى بالماء، حيث تشكل المحيطات والبحار 3/4 سطح الأرض.
من جهة أخرى ثمة أنهار وبحيرات أخرى كثيرة على اليابسة. أما الثلوج التي تغطي قمم الجبال العالية فهي الماء في حالة الجمود. وقسم كبير من المياه موجود في السماء أو الهواء، حيث تحمل كل سحابة أو غيمة ملايين الأطنان من المياه. في الهواء الذي تستنشقونه الآن أيضا مقدار معين من بخار الماء، ثم إن 70% من جسم البشر يتشكل من المياه، ويوجد ماء في خلايانا أكثر من أي شيء آخر، والدم الذي يدور في كل أنحاء أجسامنا يتشكل القسم الأكبر منه من الماء. باختصار، يستحيل وجود حياة بدون ماء، وقد أعد الله تعالى المياه بشكل خاص لتكون أساس الحياة، وهي مادة خلقت من أجل إعطاء الحياة من الناحية الفيزيائية والكيميائية والخصائص الأخرى. الآن لنبحث معا في بعض خصائصه المدهشة. مثل كل المواد تتقلص السوائل أيضا، كلما انخفضت حرارتها تفقد بعض حجمها، وكلما صغر حجمها تزداد كثافتها، وبهذا يزداد وزن الأماكن الباردة فيها، ولهذا يكون وزن السوائل الجامدة أكثر من حالتها السائلة. لكن الماء على عكس السوائل المعروفة كلها يتقلص إلى أن تصل حرارته إلى 4 درجات مئوية، ثم يبدأ بالتوسع فجأة، وعندما يصل التجمد نهايته يتوسع تماما. ولهذا السبب يكون وزن الحالة الجامدة للماء أخف من الحالة السائلة، يعني في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الجليد أثقل وزنا اعتمادا على قوانين الفيزياء يكون أخف وزنا من الماء. ولهذا دلالة مهمة جدا لهذه الحالة العجيبة، بفضل هذا يطفو الجليد على الماء، ولهذه العملية نتائج حياتية مهمة جدا. تنخفض درجات الحرارة في أيام الشتاء الباردة وفي أكثر أماكن العالم إلى ما دون الصفر. طبعا يؤثر هذا البرد على البحار والبحيرات أيضا، يتجمد سطح الماء عندما تنخفض درجة الحرارة إلى الصفر، إلا أن السطح فقط يتجمد، أما الطبقة التي تلي السطح تكون درجة الحرارة فيها ما يقارب 4 درجات مئوية، وهي تكفي لبقاء الأسماك والأحياء البحرية الأخرى على قيد الحياة. لا ينقل الجليد برودة الهواء إلى الطبقة الثانية إلا جزءا قليلا منها، وهكذا لو وصلت درجة الحرارة في الهواء إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، فسماكة الجليد على سطح الماء لا تتعدى 1 متر أو 2 متر. ولهذا السبب نجد أن حيوانات القطبين مثل الدب والفقمة وغيرها تثقب الجليد على سطح البحر وتصل إلى المياه في الأسفل. حسنا، لو لم يحصل هذا الشيء، يعني لو غاص الجليد إلى قاع الماء، ماذا كان سيحصل؟ في هذه الحالة سيبدأ التجمد من قاع البحار والمحيطات والبحيرات،
والتجمد الذي بدأ من القاع سيستمر نحو الأعلى لعدم وجود حاجز من الجليد يمنع وصول الهواء البارد إلى الأسفل. عندها يتحول قسم أكبر من البحار والمحيطات إلى كتل جليدية. وفي الوقت نفسه لن يبقى في البحار والمحيطات سوى مترين أو ثلاثة من المياه على السطح. ولن يذوب الجليد في قاع البحار والمحيطات حتى ولو زادت درجة حرارة الجو، ولن تعيش أحياء البحار في مثل هذا العالم، وستنعدم الأحياء في اليابسة في مثل هذه البيئة المحاطة ببحار ميتة. باختصار، لو تصرف الماء مثل السوائل الأخرى لتحولت الأرض إلى كوكب ميت. ولكن القدرة الإلهية العظيمة وخلق الله البديع الرائع جعل من كوكبنا عالما مملوءا بالحياة والأحياء. إن صفات الماء ذات الاختلافات الحرارية تلعب دورا كبيرا في إعطاء الأرض أقاليم متوازنة وفاترة. بفضل خاصيات جزيئات الماء تزداد حرارة البحار ببطء وتبرد ببطء قياسا مع اليابسة، ولهذا السبب يمكن أن تصل الفروق الحرارية في اليابسة إلى 140 درجة مئوية، وتتراوح الفروق الحرارية في البحار بين 15 درجة و20 درجة مئوية. يتكرر الأمر ذاته أيضا في اختلاف درجة الحرارة بين الليل والنهار، بينما يصل الفرق الحراري بين الليل والنهار في الأجواء الجافة إلى 20 أو 30 درجة مئوية، فإنه في البحار لا يتعدى سوى عدة درجات فقط على الأكثر. ليس فقط في البحار، فبخار الماء الموجود في الغلاف الجوي يؤمن توازنا كبيرا، حيث نجد الفرق الحراري كبيرا بين الليل والنهار في المناطق الصحراوية، وعكس ذلك نجد الفرق ضئيلا على أطراف البحار أو الأقاليم الساحلية، حيث الرطوبة عالية في تلك المناطق. بفضل هذه الخصائص الحرارية الخاصة للماء يبقى اختلاف درجات الحرارة بين الصيف والشتاء وبين الليل والنهار في حدود تحمل الأحياء لها. لو كانت نسبة الماء في اليابسة على سطح الأرض أقل مما هي عليه، أو كانت الخصائص الحرارية للماء مختلفة بعض الشيء عما هي عليها الآن، لزاد الفرق الحراري كثيرا بين الليل والنهار، ولتحول قسم كبير من اليابسة إلى صحراء، ولاستحالت الحياة على الأرض.
إضافة إلى الخصائص الفيزيائية التي ذكرناها للماء، فالخصائص الكيميائية له أيضا تتناسب تماما مع الحياة. ويأتي في مقدمة هذه الخصائص أنها مادة متحللة، وعلى الأغلب تتحلل جميع المواد الكيميائية ضمن الماء بشكل مناسب. والتأثير المهم للحياة يظهر جليا في الأنهار. تنقل المعادن والمواد الكيميائية النافعة التي لا تحصى والتي تنحل مع الماء إلى البحار بواسطة الأنهار. وبهذا الشكل ينتقل أكثر من 5 مليارات طن من المواد الكيميائية كل عام إلى البحار. هذه المواد ضرورية جدا لوجود الحياة في الماء. أما الميزة الكيميائية الأخرى للماء فهي ميله للتفاعل كيميائيا بأحسن مستوى ممكن. فالماء لا يتفاعل بشدة مع مواد كحمض الكبريت وغاز الأرجون الخامل الذي لا يدخل مع أي تفاعل. إن ملاءمة خصائص الماء الكيميائية تظهر جلية وبالتفصيل مع كل بحث جديد في موضوعه. يعلق البروفيسور المشهور في الفيزياء البيولوجية هارولد مورويتس من جامعة يالي فيقول: في السنوات الأخيرة حصلت تطورات كثيرة أفادت في معرفة خصائص جديدة للماء لم تكن معروفة، وكلما ازددنا معرفة بأسرار الطبيعة ازداد إعجابنا بمدى ملاءمتها لحياتنا. أهمية الماء لحياة الإنسان واضحة للعيان، والله سبحانه وتعالى يشد انتباهنا في آيات كثيرة إلى نعمة الماء العظيمة للإنسان، ويشير إلى أن مقداره يظل ثابتا على سطح الأرض. يقول تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ويقول عز شأنه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. عندما تذكر أمامنا كلمة السائل فأول ما يتبادر إلى الذهن وجود مادة انسيابية إلى حد كبير. والحقيقة أن انسياب السوائل يختلف كثيرا فيما بينها، فمثلا
نجد اختلاف الانسياب كبيرا جدا بين القطران وزيت الزيتون والجليسرين وحمض الكبريت، ولكن عند مقارنة هذه السوائل مع الماء تظهر الفروق الكبيرة، لأن الماء يسيل أكثر بعشرة مليار ضعف من القطران وألف ضعف من الجليسرين ومئة ضعف من سيولة زيت الزيتون. ولكن ما أهمية هذه السيولة العالية للماء بالنسبة لنا؟ لو كان هذا السائل الحياتي أكثر سيولة أو أقل سيولة مما هو عليه، فما مدى تأثيره علينا؟ يجيب البروفيسور ميشيل دانتون على هذه الأسئلة بقوله: لو كان أكثر سيولة مما هو عليه لفقد الماء خاصيته بكونه المادة الأساسية للحياة. مثلا لو كان له سيولة عالية كالهيدروجين لما تحملته بنية الخلايا الحية الدقيقة جدا، ولما بقيت على قيد الحياة. من جهة أخرى، لو كانت سيولة الماء أقل بقليل لتجمدت التفاعلات الحياتية كلها داخل الخلية، وحسب ما نعرفه لاستحالت الحياة داخل الخلية. لا تتوقف قيمة سيولة الماء في حركتها داخل الخلية فقط، بل في الوقت نفسه هي مهمة جدا لجهاز الدوران أيضا. هناك عدد كبير من الخلايا في الجسم، وهي بحاجة إلى ضخ الهواء والطاقة المأخوذة من الخارج بواسطة عدة أقنية، ويلزمها لجمع الفضلات أقنية أخرى. هذه الأقنية هي الأوعية الدموية. أما القلب فهو المضخة التي تؤمن الانسياب في هذه الأوعية. أما الشيء المنساب داخل هذه الأوعية فهو السائل الذي نعرفه بالدم، ويتكون أساسا من الماء. ومهمة الأوعية القدرة على نقل المواد اللازمة كالطاقة والأكسجين والغذاء والهرمون إلى كل خلية من الخلايا في كل أنحاء الجسم. يوجد في الجسم أكثر من 5 مليارات وعاء شعري، ويصل طولها إلى 950 كيلومترا. في بعض الثدييات يوجد 3000 وعاء شعري في كل سنتيمتر مكعب واحد. إن حركة الدم ضمن هذه الشعيرات الضيقة جدا بسلاسة ويسر لا يمكن أن يتحقق إلا بفضل الانسياب العالي للماء. يوضح مايكل أديسون عدم فائدة أي نظام للدوران لشيء في حال هبوط هذا الانسياب ولو قليلا بقوله: لا يعمل الجهاز الدموي الشعري إلا بكون السائل الذي يضخ داخل الأقنية دون انسياب عال، فلو كان انسياب الماء أكثر بعدة مرات فقط لاحتاج إلى مضخة أقوى بكثير كي ينساب الدم داخل هذه الأوعية، ولا عجز أي جهاز دوران شعري عن العمل. ولو كانت درجة انسياب الماء أقل بقليل لغطيت هذه الأوعية الشعرية بأنسجة مثل النسيج العضلي بكامله لكي تمده بالأكسجين والجلوكوز الضروريين. وواضح من هذه الحالة استحالة تصميم أشكال الأجسام، وتعاني هذه الأشكال من تحديد ضيق للغاية ضمن حدود لا يمكن تصورها. لهذا ينبغي على الماء أن يتصف بقيمة انسيابية معينة هي تلك القيمة المعروفة، كي تصبح تسميتها بالمادة الأساسية للحياة.
بتعبير آخر، إن سيولة الماء تملك القيمة المثالية المناسبة للحياة كباقي الخصائص. هناك فرق كبير يصل إلى مليارات الأضعاف بين السوائل، لكن الماء خلق بالنسبة الدقيقة في السيولة بين كل المواد. ما شاهدناه طوال هذا الفيلم يضع أمام الأعين بالأدلة القاطعة أن أرضنا ليست كومة من مواد وجدت مصادفة فكانت تائهة لا غاية لها ولا هدف، بل على العكس، لقد صمم كل شيء بشكل دقيق لهدف لاستمرار الحياة. وشهدنا أن الأشعة التي ترسلها الشمس لنا والماء الذي نشربه أو الذي يصل لأجسادنا والهواء الذي نسحبه في كل ثانية إلى رئاتنا كلها متناسبة لدرجة فائقة مع حياتنا. باختصار، إن كل البحوث التي أجريت لكرتنا الأرضية ترينا أن في عالمنا تصميما رائعا يحافظ على حياة الكائنات. أما ما يعنيه هذا التصميم فواضح طبعا، إن هذا التصميم الذي يرى في كل ناحية على وجه الأرض يثبت وجود خالق واحد قوي يهيمن على كل جزء من أرجاء الأرض. إذا دققنا في أي تغير أو قاعدة فيزيائية في العالم نرى أنه لا يمكن أن يكون نتيجة حظوظ، بل كله جراء تصميم رائع. أما الحقيقة الأخرى التي أوضحها العلم الحديث فهي أن التوازنات الدقيقة التي شاهدناها والتي لا تحصى في الأرض هي في الحقيقة تحكم الكون كله. ثم إن الأبحاث التي أجريت خلال السنوات العشرين الماضية تري أن الكون نتيجة لتصميم رائع. أما هذا التصميم فيدعم الحياة في العالم بشكل خاص. يلخص الفيزيائي الإنجليزي جون بول كينغهرون هذه الحقيقة بقوله: عندما تميزون أن القوانين الطبيعية غيرت بشكل فائق لخلق هذا الكون الذي نراه، سترون أن الكون لم يخلق عبثا، بل هناك هدف معين وراءه. طبعا كون الكون وعالمنا الذي يأخذ مكانا صغيرا جدا فيه قد صمم لهدف، يعني أن الله تعالى هو الذي خلقه ووازنه. إن التوازنات الدقيقة في الأرض دلائل واضحة على بديع خلق الله الفائق. هذه النتيجة التي توصل إليها العلم الحديث ليست إلا تأكيدا للحقيقة التي أخبر عنها القرآن الكريم قبل 14 قرنا. عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.